بحماسة غير موصوفة وصل النواب الممددة ولايتهم منذ أيار 2013 إلى ساحة النجمة، وكيف لا والجلسة مخصصة للتمديد الثاني. وحدهم نواب التيار الوطني الحر وحزب الكتائب قاطعوا الجلسة رفضا للتمديد، تاركين مهمة تأمين الميثاقية التي أصر عليها الرئيس نبيه بري لنواب القوات اللبنانية وتيار المردة. بسرعة أقر المجلس جدول الأعمال العادي، وبالسرعة عينها صوت بأكثرية 95 نائبا من أصل 97 مع اقتراح قانون التمديد المقدم من النائب الأولى فتوش، بينهم 39 نائبا مسيحيا. قد لا يفهم البعض خيار حزب القوات اللبنانية اليوم حيال التمديد، لأن هذا الخيار هو خيار غير شعبي، وإنما حفاظاً على الصيغة اللبنانية. ساعة النائب اليوم تزامناً مع الجلسة كان البطريرك الماروني عم بيحذر وعم بيقول إنه هذا التمديد غير دستوري. اليوم كتلة القوات أعطت الغطاء المسيحي المطلوب لهذا التمديد. شو رح تبرروره للبطريرك؟ البطريرك بيمون. ولكي تكتمل فصول المسرحية أضيفت إلى القانون الفقرة التالية: بعد انتخاب رئيس للجمهورية وبعد الاتفاق على قانون انتخابات جديد، وإذا زالت الظروف الاستثنائية تقصر مهلة المجلس الممددة وتجرى الانتخابات. وفي السياق عينه دعا بري اللجنة السباعية المكلفة دراسة قانون الانتخاب إلى اجتماع في 17 من تشرين الثاني الجاري. لكن كنا نود أن لا نكون في موقع وأن نقدم على عملية تمديد إضافي، لكن الظروف حتمت هذا الموضوع. نعم للتمديد، لأننا نمدد للمؤسسات، نمدد للمجلس النيابي تفاديا الفراغ. هو قانون واجب لعدم الوقوع في الفراغ. نحكي بعد شهرين نشوف مين بيعترف بالمجلس، مين بطل يعترف بالمجلس. يعني إذا بالزمان البطرك صفير ضل سنتين ما معترف بمجلس الـ 92. فقط نائبات تشناك حضرا الجلسة وصوتا ضد تمديد ولاية المجلس لسنتين وسبعة أشهر. التاريخ لازم يسجل أنه في نواب بمجلس النيابي تحت قبة البرلمان إجوا وصوتوا ضد رغم الأكثرية الساحقة من النواب اللي صوتوا معه. أما اقتراح النائب بطرس حرب بتحويل الجلسة إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ما دام النصاب مؤمنا فلم يكتب له النجاح بعد خروج نواب الثامن من أذار من القاعة فور انتهاء التصويت على التمديد. لولا تأخر النعم القواتية لساعة من الوقت لتكرر سيناريو التمديد الأول، سيناريو خرق الدستور والتعدي على حقوق الشعب اللبناني الانتخابية من قبل ممثليه بعشر دقائق فقط. من ساحة النجمة، مارون نصيف، LBCI.